السلام عليكم، ازيكم يا دكاترة ويا أساتذة ويا باشمهندسين؟ إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنبدأ نحل مع بعض ليفل سي ليسون 1. معلش أتأخر عليكم شوية، يعني إيه؟ إحنا قلنا هنظبط الدنيا ونرتب الدنيا معاكم، كنا محتاجين ليسون 2 أكتر. إن شاء الله النهاردة مع بعض، وأنا قاعد أنا ومستر أسامة. نورنا مستر أسامة وشرفنا. أنا مثلا مع حضرتك بس تسلم مستر أسامة. طيب إن شاء الله كده القعدة دي كده قاعدة على قهوة كده، قهوة علماء، أنا ومستر أسامة مع بعض شيلة كده، تمام؟ عايزين نفكر كده في اسم الفيديوهات دي بتاعت حل الأسئلة. يعني على قهوة، قهوة علماء كده، بحيث نظبط اسم كده، ويا ريت الناس كده في الكومنتات تبعت لنا اقتراحاتها، ان احنا نخلي اسم الحصة او الفيديوهات بتاعت حل الأسئلة دي انا ومستر أسامة مع بعض ايه؟ خلينا نسميها على القهوة، قهوة علماء، انا وأسامة والقاضي أسامة كده. شوفوا رأيكم كده، نشوف كده احسن رأي كده، هندي دي حلوة ان شاء الله بإذن الله. طيب نبدأ مع بعض يا دكاترة ويا أساتذة في الجزء الأول خالص في أسئلة التشوز بتاعتنا. مستر أسامة، السؤال الأول لو حضرتك تبص كده معايا عليه، بيقول لك the following series represent the value بتاعة الـ ionization potential من أول الـ first لحد الـ seventh for element X for the first transition series. ده الـ first و the second و the third و the fourth لحد الـ. لو جينا بصينا يا جماعة في الأرقام هنا كده، هنا 600، هنا 100 to 1200، وهنا 2300، وبعد كده نط مرة واحدة بقى 7000، وهكذا بقى 9000 وبقى 10000 وبقى 13000. السؤال: What is the chemical formula of the element oxide؟ ايه رأيك يا مستر أسامة في السؤال ده؟ طب لو بصينا على اول 3 فاليو للايونيزيشن بوتنشال بتاعهم، بص كده حضرتك يا مستر، اول 3 فاليو تقريبا قريبين من بعض، قريبين من جدا. اول الفورس الانرجي بدأت تعلى يعني تقريبا ضعفين او ثلاثة او حتى. 3 اضعاف. رقم نطة كبيرة جدا يعني، بالظبط مثلا زي ما انا ولا حضرتك. معنى كده ان الفورس ايونيزيشن بوتنشال عمل بريك لكمبليت انرجي ليفل، تمام يا مستر اسامه. فمعنى كده ان الاليمنت ده هو اول 3 ايونيزيشن بوتنشال ليه هم مظبوطين، يعني من اول الفورس هيعمل بريك لكمبليت انرجي ليفل. فهمت قصدك يا مستر اسامه، يعني قصدك حضرتك ان احنا من اول الفورث بيبدا يحصل بريكنج للكومبليتلي فيلد انرجي ليفل، يعني هو اخره بيفقد كام يا مستر اسامه؟ 3 الكترون. 3. اول دكتور العزيز الغالي رئيس قسم الكيمياء، ها قلب المستر من جوه، اول ما اقول لك ايونايزيشن عنده 3، مين اول واحد بيجي في دماغك؟ ايه رايك يا مستر اسامه، مين اول حاجه بتيجي في سكانديوم. دماغك؟ الاسكانديوم. انا على حضراتكم الاسكانديوم هو الاكسيديشن ستيت بتاعته بوزيتيف كام؟ 3. بس في اليمنتس ثانيه عندها اكسيديشن ستيتس كتيره قوي. طيب يا ترى مين في دول يا مستر اسامه هيدينا الاكسديشن ستيت بوزيتيف 3؟ X2O3. X2O3. حلو جدا جدا يا مستر اسامه، لان الاكس هنا بكام؟ ب 3. 3 بص معايا يا دكتور العزيز الغالي، ياسك اخواتك، ها قلب المستر من جوه، ركز معايا، عشان لو انت لحد دلوقتي مش فاهم الحته دي يبقى انت كده بتهزر. احنا عارفين كلنا الناس الاذكياء اللي هم المستوى العالي في الذكاء، اكس مع او، اكس مع او. طبعا السؤال بتاع اكس او ده جبته قبل كده في ثانيه ثانوي، بتوع ثانيه ثانوي. اكس هيبقى كام؟ هيبقى 3 اصلا. اكسديشن ستيت نمبر بتاعته يا مستر اسامه 3، والاو 2. هنكتب الكيميكال فورمولا بتاعتهم صح ازاي؟ نعمل اكس تشينج، فنجيب ال 2 هنا وال 3 هنا، يبقى اذا ال 3 دي بتاعت مين؟ بتاعت الاكس. طيب يا مستر اسامه، الاكس هنا نقدر نقول عليها بكام؟ الاكس هنا الاكسيديشن نمبر دي بوزيتيف 2. بوزيتيف 2. طب ليه يا مستر اسامه بوزيتيف 2؟ جبناها منين؟ ما هو الفالنس بتاع الاكسجين بنيجاتيف 2. عشان الفالنس اللي احنا قلنا عليها في اول السنه، اهم صفحه في الكيمستري بتاعت الاكسجين بنيجاتيف 2. طيب وهنا يا مستر هل تنفع يبقى بايه؟ بوزيتيف 3؟ لا، هنا الاكسيديشن نمبر للاكس هو بوزيتيف 5. الله ينور على حضرتك. والاكسجين بكام؟ ب 2، فكده مش هينفع لا ده ولا ده. طب هنا يا مستر الاكس بكام؟ الاكس هنا بوزيتيف 4. الاكس هنا يا دكاترتي بوزيتيف 4. عرفنا منين يا مستر اسامه؟ ما هو الاكسجين الفالنس بتاعه بنيجاتيف 2 تايم 2 يبقى بنيجاتيف 4. نيجاتيف 4. فهمتوا يا جماعه ازاي بنحسب الاكسديشن نمبرز؟ مهمه قوي ومكمله معاك لحد اخر الشابتر. طيب نخش في رقم 2 مع بعض يا دكاتره ويا اساتذه ويا باشمهندسين. سؤال نمبر 2 بيقول لحضراتكم which of the following electronic configuration عنده smallest third ionization potential؟ مين في دول عنده اقل third؟ ما دام قلنا كلمه third يعني الثالث، ionization potential بيلوز الكترون، نفكر ازاي يا مستر اسامه في السؤال ده بانهي طريقه؟ طيب لو بصينا عليهم كلهم يا مستر كده هنلاقي ان كلهم السكند ionization potential ليهم تقريبا واحد، لانهم هيعملوا لوز ل 2 الكترون من الاس. كلهم عندهم في الاس 2 كلهم يا مستر اسامه، بالظبط يبقى كلهم كده. هيفقدوا 2 بسهوله جدا. طيب نبص بقى على الثيرد ايونيزيشن بوتنشال،
عنصر A وعنصر B وعنصر C، الثيرد الكترون اللي هيحصل له لوز هيبقى من F. اما ايوه يعني هنا عندنا من الاف وهنا عندنا من الاف وهنا عندنا من الاف عنصر D، الثيرد الكترون ده هيتفقد من D. الدي. طيب الاقل في الانرجي D ولا الاف؟ D طبعا. الله ينور فمعنى حضرتك يا كده مستر ان اسامه. the smallest third ionization potential هو عنصر D، لان الثيرد الكترون ده هيتفقد من D مش من الاف. ثيرد ايونايزيشن بوتنشال يا دكاتره يا اساتذه مش مهندسين، سهل نفقده من الدي اكتر من الاف. يعني مستر اسامه بيوضح لنا بيقول لنا ايه؟ ان الانرجي في عندنا انرجي، القانون بتاع الانرجي بيقول لك الان بلس الان ماشي، هنلاقي ان مجموع او الانرجي بتاعت الدي اقل من الانرجي بتاعت مين؟ الاف. فمعنى ان الانرجي بتاعت الدي اقل يبقى سهل افقد الكترون هنا اقل، يبقى مين في دول عنده اقل ايونيزيشن ثيرد؟ يبقى زي ما قال مستر اسامه الاجابه دي. طيب ايش يا دكاتره؟ نمبر 3، السؤال في نمبر 3 يا دكاترتي بيقول the number of groups أو of group of each of the following elements، عدد الجروبز اللي في الالمنتس اللي عندنا can be determined by adding a number of electrons of the two sub level. خد بالكم من الحته دي بس كده، هيبقى هنا ns، وكمان عندنا دي فيها غلطه صلحوها معايا بعد اذن حضراتكم، n minus 1 d. n minus 1 ايه يا جماعه؟ d. طيب عدد الجروبس اللي في الاليمنتس دي اللي ممكن لو جمعناهم، جمعنا الاس والدي مع بعض يدينا الكترونيك كونفيجريشن، او يدينا الجروب، الجروب يدينا الكترونيك كونفيجريشن، والالكترونيك كونفيجريشن يدينا نفس عدد الجروب ما عدا مين؟ اتفضل يا مستر اسامه، ايه راي حضرتك؟ طيب فكرة السؤال يا مستر بيقول لك ان احنا نقدر نعرف النمبر اوف جروب لاي element من خلال ان احنا نعمل سمشن للالكترون بتاعة الاس وبتاعة الدي ما عدا اني element في دول. طيب لو بصينا على اول element السكنديوم، السكنديوم هو 4s2 سكانديوم 4s2 3d1. 3d1. طيب احنا بنعمل سمشن للالكترون بتاعة الاس والدي فيبقى 2 بلس 1 ب 3. يعني هو في جروب 3b. طيب ما هو السكنديوم اصلا موجود في 3b فده ينطبق عليه. سكانديوم اصلا موجود في 3b فده ينطبق عليه. طب نشوف النيكل كده، طيب النيكل اجابه بي، نيكل تعالوا نشوف مع بعض. 4s2 هو النيكل بكام يا مستر اسامه؟ سكانديوم ب 21، النيكل ب 28، ب 28. طب يلا يا مستر 4s2 3D 8 3D8 عشان هنا في 8 يبقى 8. بالظبط كده. طيب كمان تمام، جروب كام ده يا مستر؟ هو النيكل لو فتحنا البريدكت تيبل هنلاقي ان هو موجود في جروب 8 مع الايرن ومع الكوبر. جروب 8. هو مستر مش مجموع ال 2؟ طب تعالى كده بقى يا مستر نعمل سمشن الالكترون بتاع الاس وبتاع الدي. نعمل سميشن ليهم. انا كنت لسه اقول لحضرتك ان مجموع ال 2 وال 8 مع بعض يدي كام؟ يدي 10. طب هل ده ينطبق عليه ان هو نفس الجروب، الفالنس هي نفس الجروب؟ لا، هو مستر مجموعهم 10 لكن هم في جروب كام؟ هنعمل في 1 2 3، في معناها 5 7 6 7 8، هو في جروب 8 8 بس على فكره مش 8 بي، صح يا مستر اسامه؟ بالظبط كده يا مستر. طب هو ازاي جروب 8 و10؟ يعني مش فاهم. ما هو ده لا ينطبق عليه الرول اللي احنا بنقدر نعرف منها النمبر بتاع الجروب لاي. يعني هو بيسالني ان مين اللي لما اجمعه ما يدينيش نفس رقم الجروب اللي بالظبط. هو الان اي. فاهمين يا دكاتره قصدنا ايه بالسؤال؟ او السؤال مقصود بيه ايه؟ كلهم بيديك نفس الجروب نمبر ما عدا الثلاثه اللي في جروب واحد، جروب 8 هتلاقي واحد مجموعه 9، واحد مجموعه 8، واحد مجموعه 10، بس الثلاثه في نفس الجروب. فاهمين قصدي؟ لو انا جيت بس كده على السؤال من الاول، هو السؤال ده عاوز ايه؟ فاهمين؟ يعني ناس كتير تيجي تسالني يا مستر احنا ما فهمناش الاسئله، احنا قعدنا مبصين الاسئله. يا دكتور اللي عايزه الغالي عود نفسك، فصص السؤال وعلم البوينتس المهمه فيه، لازم تتعود على الشكل ده والنظام ده، هو كده ده النظام الجديد، لازم تتعود وما توقفش وما تزهقش، ما تقولش انا مش عارف احل، لا حاول ودرب نفسك. انت دلوقتي في شهر 9، درب نفسك من شهر 9 لحد شهر 3 و4، تلاقي نفسك بعد كده بقيت بيرفكت وبقى عندك المعلومات الكامله ازاي تفكر في السؤال وتفكر في حل السؤال. في حاجه ثانيه تقولها بس يا استاذ بالنسبه لا للسؤال ده؟ تمام مظبوط كده. تمام يا دكاتره، ده بالنسبه لسؤال رقم 3. نخش في سؤال نمبر 4. سؤال نمبر 4 يا دكاتره ويا اساتذه ويا باشمهندسين، يلا حضراتكم. Which of the following represent the correct descending graduation of the second ionization potential؟ يعني انا عايز ترتيب السكند ايونيزيشن بوتنشال، ترتيبهم
سواء يا مستر أسامة من الكبير للصغير او من الصغير للكبير، من اول التيتانيوم والفانديوم والكروميوم وكمان معاهم المنجنيز أربعة. هنحل السؤال ده ازاي يا مستر أسامة ونفكر فيه؟ طيب هو فكرة السؤال يا مستر، مين من دول هيبقى السكند ايونيزيشن بوتنشال ليه هيبقى اعلى واحد؟ طيب تعالى نكتبهم على يعني جنب. يا مستر أسامة انت عايز تدور على واحد يكون عنده سكند كبير. بالظبط كده. طيب تعالى نكتبهم على جنب كده يا مستر طيب عشان يا مستر الحوار. أسامة احنا عندنا تي اي عندنا وعندنا فانديوم، فانديوم، عندنا كروميوم، تمام. وعندنا منجنيز. ثانية واحدة نكتب الأرقام بتاعتهم. تيتانيوم 22 دكتور يقول معايا، فانديوم بكام يا دكتوري؟ ها الناس اللي بتسمعني أسمع صوتك. 23 ناس ما تسرحش مننا، وكروميوم ب 24 ومنجانيز ب 25. أهم يا مستر أسامة كتبتهم لحضرتك. طيب نعمل لهم الكترونيك كونفيجريشن كده. طب سهلة دي قوي يا مستر، احنا دي اتعودنا عليها كلهم اي ار اي تي، مش بنكتبها طبعا عشان خسرنا الوقت. يبدأ ب 4S2 و 3 دي مستر أسامة، هنا آخر 2 يبقى اكتب هنا كام؟ 2. دول عبارة عن 4 و 18 يبقى كده 22. هنا 18 و 4S2 و 3 دي آخر 3 يبقى اكتب 3. اللي بعدها مستر أسامة، ها اللي بعدها مستر أسامة هكتب هنا 18 و 4S2 و 3D4. هو صح كده يا مستر أسامة دي ولا لأ؟ لا طبعا يا مستر، الكروميوم والكبر الاثنين دول عندهم انوماليس الكترونيك كونفيجريشن، بنعملها 4S1 و3D5. افتكرت يا مستر أسامة، أنا سرحت منك افتكرت. الناس فاكرة يا جماعة الكلام ده ولا مش فاكراه؟ الأبنورمال أو الأنوماليس الكترونيك كونفيجريشن عند الكروميوم وكبر. اللي لحد دلوقتي مش فاكر الكلام ده يروح يروح، يروح عندها كده ما يجيش دلوقتي هنا خالص، أو يقفل الفيديو ما يكملوش. اللي مش فاكر الحاجات البيزكس قلناها في اول حصه خالص، الكروميوم وكبر عندهم ابنورمال الكترونيك كونفيجريشن ومعاهم اليمنتس تانيه، كتبها لكم في الشيت بتاعكم في اخر صفحه في الشيت الايه او في الجزء بتاع الفيدباك. طيب 4S1 و3. طيب يا مستر اسامه تمام، اللي بعدها المنجنيز 4S2 و3D5. 4S2 و3D5. بس معلش كده مستر، نفكر الطالب، احنا كنا ليه بنعملها 4S1 و3D5، وفي حالة الكبر كنا ليه بنعملها 4S1 و3D10؟ صح كلامك صح يا مستر اسامه، ممكن حد يسال لو كان مش فاكر يعني وعايز يفتكر، يعني نفكره مفيش مشكله. قلنا عندنا هنا كده كان اصلها 4S2 و3D4 يا مستر اسامه، صح كده؟ فاحنا دي قلنا عندنا لما نحط فيها 4 الكترونز كده اللي هو ده كده 1 2 3 4 بس، هيتبقى واحد اوربيتال فاضي، هيخلي الاتوم يا مستر اسامه تكون انستيبل في حين ان الاس عندها 2 الكترونز، فكده الاتوم انستيبل، فهو بيضطر ان هو يودي الكترون هنا عشان يزود الاستابيليتي بتاعته، صح كده يا مستر اسامه؟ مظبوط ونفس يا الكلام مستر. كان بيحصل في الكبر، كان بدل ما هو 4S2 و3D9 كان بيبقى 4S1 و3D10، عشان يا مستر اسامه احنا قلنا في اول حصه الاتوم بتكون مور ستيبل في ثلاث حاجات، اللي هم ايه حضرتك؟ اللي هم ها؟ لما تكون امتي لما تكون امتي يعني عندها زيرو او زيزو يعني ها او هاف فيلد او هاف فيلد او اخيرا كومبليتلي فري. او هاف فيلد او ايه او كومبليتلي فيلد. بس يا مستر اسامه مين اهم اتنين يعني ترتيبهم كده بالاهميه بتاعتهم؟ الكومبليتلي فيلد الكومبليتلي فيلد ده اهم واحد عندنا بالنسبه لنا رقم واحد، والامتي. والامتي بعد كده يجي بعديهم في الترتيب وفي الاهميه الهاف فيلد تمام او في كميه الانرجي او في الاستابيليتي، يعني ترتيبهم according to their stability. ركز معايا في الفيديو واتعلم، انت بتاخد الخلاصه مننا واحنا قاعدين بنشرب كوبايه الشاي على القهوه كده ومروقين دماغنا، او كوبايه القهوه صح يا مستر اسامه؟ صح ولا تحب نسكافيه اكتر صح؟ نسف يا نسكافيه مستر. ماشي. ها اتفضل حضرتك. طيب لو بصينا كده يا مستر على التيتانيوم والفانديوم والمنجنيز، هنلاقي السكندايزيشن بوتنشال ليهم تقريبا واحد، لانه بيعمل لوز للتو الكترون بتوع الاس. هنا بنشيل، هنا معلش انا اسف، هنا كده معلش كده نرجع الخطوه دي كده، بنشيل ايه التو الكترون هنا من الاس وهنا في الفانديوم من الاس وهنا من الاس. اما الكروميوم هو الفيرست ايونيزيشن بوتنشال اللي هنعمل لوز للوان الكترون بتوع الاس، بس السكند هيضطر يعمل لوز الالكترون من الدي. ايه ده يا مستر؟ طب ما احنا لسه مش قايلين ان الدي بتكون هاف فيلد بالظبط يعني مور ستيبل، يعني معلش بعد اذنك كده ما فيش ماليش فيه، ما فيش انرجي بعد اذن حضرتك. صحيح كده يا مستر. مضطر ان لو انت محتاج انرجي جامده قوي معلش طلع لي فلوس كتيره، طلع لي انرجي اكتر. ها صحيح كده يا مستر. السكند ايونيزيشن بوتنشال للكروميوم هيكون اعلى حاجة. ده اعلى حاجه فيهم تمام، طب نبص كده على الانصر ونشوف عشان انت بتكسر الاستابيليتي بتاعتي بعد، يعني انت كده بتضايقني يعني،
بس ماشي، الانسر انهي واحده فيهم يا مستر اسامه؟ طب نبص كده نشوف الكروميوم هو اعلى واحد في انهي عنصر من دول. اول واحده بادئ بالفانادي يا مستر اسامه، نستبعدها صح؟ استبعد طبعا طب والثانيه؟ منجنيز برضه نستبعدها. طب واخر واحده؟ برضه هنستبعد، برضه هنستبعدها. ايه ده يا مستر؟ الاجابه اهي سي، صح ولا غلط؟ ما عندناش غير عنصر واحده اللي بتبدا بالكروميوم هي دي العنصر الصحيح. بالظبط كده، ودي اللي احنا بنتكلم فيها من السنه لما كنا بنتكلم شويه مع بعض، موضوع الحل بالاستبعاد. بالظبط كده يا مستر، بيفيد الطالب لان الطالب محتاج كل دقيقه في الامتحان. طبعا صح، انت محتاج كل ده في الامتحان، الامتحان وقته قليل جدا، فانت اسهل طريقه انك تحل بيها بسرعه. ربنا يمسيك بالخير الناس اللي المحترمه بتاع السنه اللي فاتت اللي كلمونا قالوا ايه، احنا خلصنا الامتحان في ساعتين. ليه؟ لان هو عرف يفكر بسرعه ويستبعد بسرعه، صح ولا غلط؟ صح مظبوط، لازم تعودوا يا جماعه من دلوقتي على موضوع ان انا استبعد الاجابات الغلط واختار الصح، فاهمين قصدي؟ لكن لو انا قعدت امسك كده بقى، معلش كده يعني ايه، مسكت الورقه كده يا دكاتره، قعدت اقرا فانديوم منجنيز كروميوم تيتانيوم، انا كده اخدت وقت السؤال في القرايه مش في ان انا افكر في حل الاجابه. طيب ده بالنسبه لسؤال نمبر 4. خش مع بعض يا دكاتره على سؤال نمبر 5. بيقول حضرتك يا مستر، بيقول لحضراتكم يا دكاترتنا، which of the following represent the correct descending graduation of the stability بتاعت ال aqueous solution of the following ions. مين في دول بيوضح لنا ال correct descending graduation stability؟ مستر أسامة، stability لسه في نفس النقطة بتاعت ال stability، بالظبط يعني ال half field وال completely field والكلام ده، صحيح صح ولا غلط؟ في ال ions دي، نفكر ازاي بسرعة يا مستر في السؤال ده وفي طيب حله. ممكن نعمل لهم الكترونيك كونفيجريشن زي ما عملنا في السؤال اللي قبله كده، تمام، نعمل لهم الكترونيك كونفيجريشن. منجنيز بلس 2 ها يعني ام ان بلس 2، نعمل لوز للتو الكترون بتوع هنكتبهم الاس. بس بسرعه كده يا مستر طيب اسامه، اتفضل اف اي بلس 2 برضه، والكوبالت بلس 2، وكمان عندنا الكروميوم كلهم عندهم بلس 2. طيب 1 2 3 4. طيب معاك يا مستر اسامه، طيب منجنيز بلس 2 يعني عامل لوز للتو الكترون بتوع الاس فبقى 3d5. بقى 3d5. طيب ايرن بلس 2 برضه نفس الكلام عامل لوز للتو الكترون من الاس فبقى 3d6. بقى 3d6. كوبالت بلس 2 3d7. 3d7. اخيرا كروميوم بلس 2 فهو 3d4. 3d4 يا جماعه. ها طيب يا مستر اسامه، طيب مين مور ستيبل يا مستر؟ احنا لسه قايلين حالا ان مور ستيبل يعني الدي اوربتال يا اما هاف فيلد يا كومبليتلي فيلد يا امتي خالص. الله ينور على حضرتك. طيب مين فيهم هيكون مور ستيبل؟ هو المنجنيز بلس 2 المنجنيز يا مستر اسامه هو مور ستيبل عشان عنده في الدي كام؟ عنده عنده في الدي هاف فيلد اوربيتال، صح ولا غلط؟ صح، عشان عنده المنجنيز هاف فيلد، دي كام؟ دي 5. معنى كده يا مستر ان المنجنيز بلس 2 هيكون هو مور ستيبل. هو اللي مور ستيبل، طيب هو نوصل اللي عنده هاف فيلد فمش هيكسر استابيليتي. طب معلش يا مستر، ده عنده 5 سنجل صح؟ بالظبط ده كده، عنده 5 سنجل الكترونز. طب معلش يا مستر اسامه، الايرن عنده كام سنجل؟ عنده 4 سنجل ازاي يا مستر 4 هو عنده 6؟ ما احنا لو جينا وزعنا ال 6 دول يا مستر دي 1 2 3 4 5، هيكون عنده كام الكترون يا مستر اسامه؟ هيكون اهو عنده 1 2 3 4 5، اهو السادس يا مستر اسامه. ده يا مستر بعد الفايف هنبدأ نعمل بيرنج، يعني نبدا نعمل بيرنج بعد الفايف، معلش نسينا. طيب اهو نقوم عاملينها كده فبقى عنده 4 سنجل الكترون. 1 2 3 4 يا جماعه، يبقى عنده 4 سنجل الكترون، والباقيين برضو بنفس الفكره وبنفس الطريقه، بالظبط اللي بعديها هيبقى عنده 3 واللي بعديها هيبقى عنده كام؟ 4. طيب الاجابه يا مستر اسامه، احنا اتفقنا يا مستر ان المنجنيز بلس 2 هيكون هو مور ستيبل صح كده؟ صح كده، طيب نبص كده على الانسر نشوف مين فيها بادئ بالمنجنيز زي ما عملنا في السؤال اللي قبله، حلينا بمبدأ الاستبعاد. طيب اول واحده يا مستر، اول واحده ما فيش غيرها طبعا يا ايه ده؟ مستر. ده بسرعه السؤال اتحل بسرعه اهو، طيب المنجنيز. طب هل ينفع الايرن؟ لا. الكوبالت؟ لا. الكروميوم؟ لا. يبقى الاجابه الصح من غير ما اكمل، من غير ما اقرا ولا اقعد بقى اضيع وقت واقعد 3 ساعات في السؤال. يعني كان في جروب كده معايا امبارح يا مستر مش عارفين على حاجه، احنا تايهين، انا حاسس ان انا تشيك ضايعه، انا حاسس ان انا مش عارف ايه، ايه الاسئله دي شكلها غريب قوي، انا مش عارف، بصيت في الاسئله ما عرفتش احل حاجه، قفلتها ومشيت وقمت نمت. لا يا جماعه لا، لازم تستحملوا وتصبروا اكتر من كده، يكون عندكم صبر، هو الموضوع مش سهل. خد بالك السنه اللي فاتت اللي جاب 75% دخل هندسه، واللي جاب 85% دخل الكليه اللي هو عاوزها في علم علوم، فالموضوع مش ما بقاش سهل، بقى صعب، وبقت المجاميع كلها قليله. وخدوا بالكم الفكره كلها في اللي يصبر اكتر، باقي لك 200 يوم في السنه، باقي لك 250 يوم في السنه، شطب كل يوم على يوم، هي دي حياتك، ده مستقبلك، انت بتعد نفسك لمستقبلك، 200 يوم تبقى باشمهندس او دكتور او الحاجه اللي انت نفسك فيها، الحاجه اللي انت عشان دمجت شويه، الحاجه اللي انت حاببها. الناس بقى هلاقي بقى ناس بقى حاجتين، معلش معلش انا اضيع وقت، بس اتفضل يا مستر. حاجتين سلبيتين شفتهم الاسبوع ده قوي كتير قوي،
الناس اللي عماله تجرب في مدرسين الدنيا والاخره، رحت عند ده ورحت عند ده ورحت عند ده ورحت، يا حبيبي ليه كده؟ تتبادل نفسك. طب هتروح عند ده، يعني انت كطالب لسه في اول ثالثه ثانوي هتقدر تحكم على مدرس بقاله 20 سنه ولا 15 سنه بيدي منهج ثالثه ثانوي؟ اكيد لا، ومش من حصه، يستحيل. انت بتشوف انت استريحت وبدات خلاص تمام. الناس لحد دلوقتي يا جماعه لحد شهر 10 بتضيع وقتها في الحاجات دي، ده رقم واحد. رقم اتنين، الناس بدات تقول لك انا خلاص اصطدمت واكتئبت وعدى عليا ومش عدى عليا لا يا عم، لا يا دكتور، اصبر واستحمل وخليك اقوى، في هدف عايز توصل دايما ركز فيه. طيب معلش بس ما طولنا عليكم في الحته دي، انا اسف. كده السؤال ده احنا حليناه وعرفنا نمبر 5. نخش مستر اسامه على السؤال نمبر 6. وفي السؤال نمبر 6 يا مستر اسامه بيقول لحضرتك ايه؟ بيقول لحضرتك احنا عندنا كمان نوفور عملنا له رياكشن مع ال HCl 6 مولز مع 5 مولز من ال H2O2 عشان يديني 8 مولز من الووتر و5X و2 KCl و2 واي. Which of the correct choice؟ مين في دول التشويسز دي؟ خدوا بالكم، A اهي، B اهي، C اهي، D اهي. تعود انك تحل السؤال ازاي؟ Represent the chemical formula of substance X and the symbol of positive ion substance Y. يعني عايز يقول لك ايه؟ ان X دي element او chemical formula بتاعت element، وعايز يقول لحضرتك ان ال substance Y ده ايه؟ positive ion بتاع compound. ايه رايك يا مستر اسامه نفكر في حل السؤال ده ازاي؟ طيب اول حاجه يا مستر ممكن اننا نعمل بالانس للايكويشن. طيب نعمل بالانس للايكويشن مع حاجه يا مستر اسامه. طب عندنا 2K في الرياكت، ها هل في نفسهم في البرودكت ولا لا؟ 2K هنا الناحيه الثانيه 2K يا مستر اسامه، خلاص كده K تمام. طب ال ام ان في 2 ام ان في الرياكتنت، البرودكت ام ان ام ان مفيش ام ان اسامه في البرودكت، يبقى معنى كده ان احنا عندنا ناقص 2 ام ان، محتاجين 2 ام ان. جميل، ندخل على الاكسجين كده، نخش على الاكسجين 2 تايم 4 ب 8 ب 8 اوكسجين بالظبط. طيب في اكسجين تاني في الرياكتنت 5 تايمز 2 يا مستر اسامه اهي، يبقى 10. يعني انا عندي 8 و10، عندي 18 اوكسجين. تمام، طب نشوف كده في كام اوكسجين البرودكت هنا 8 اوكسجين يا مستر اسامه بس. طب معنى كده ان احنا ناقص عندنا 10 اوكسجين، يبقى احنا كمان ناقص رقم 2 10 اوكسجين، او ممكن نكتبها يا مستر اسامه كده 5 O2. ممكن نكتبها 5 O2. نشوف كده الهيدروجين، هيدروجين في عندنا 6 هيدروجين في الرياكتنت بلس 10 هيدروجين، فمعنى كده ان احنا عندنا 16 هيدروجين في 6 هيدروجين بلس كام؟ دول كده 16 هيدروجين، ده كده في الرياكتنت 6 بلس 10 يبقى احنا عندنا كام؟ 16. تمام؟ طب نشوف كده في كام هيدروجين في البرودكت 6 او 8 تايمز 2 برضه 16، مفيش مشكله في الهيدروجين، الهيدروجين مش ناقص يا مستر اسامه صح؟ صح. لو في حاجه ثانيه ناقصه؟ طب نشوف كده السي ال، سي ال في عندنا 6 سي ال في الرياكتنت، في عندنا 6 سي ال تمام. طب نشوف كده في كام سي ال في البرودكت، نشوف في كام سي ال في البرودكت، ها عندنا 2 سي ال بس يا مستر اسامه، يبقى ناقص عندنا كده 4 سي ال. ممكن اكتبها 4 سي ال او ممكن اكتبها بالشكل الثاني 2 سي ال 2 صح ولا غلط؟ سي ال 2 مظبوط تمام يا مستر اسامه. اوكي طيب يبقى احنا كده عندنا ناقص 2 ام ان 5 او 2 و 2 سي ال 2. تمام، طيب نقدر نعرف بقى هي سبستانس اكس دي وسبستانس واي هم مين؟ مين؟ لو بصينا كده على اكس مكتوب تحتها جاز، الفيزيكال ستيت بتاعتها هي جاز. يعني احنا محتاجين حاجه جاز بالظبط. طب ما هو الاكسجين لسه قايلين في 10 اكسجين، ممكن نكتبها 5 او 2. يعني قصدي حاجه يا مستر اسامه ان الايه، ان الاكس هيكون اكسجين مظبوط. طب هنا عندي او 2 وهنا عندي او 2 بس هنا عندي او 3، تنفع؟ لا، يبقى كنسلهم وانصر دي هنستبعد، هنكنسلهم ونستبعدهم، يبقى خش في اعمال استبعاد، ريحنا من اجابتين، اتبقى اجابتين سهله قوي، من سيربح المليون يعني. ها طيب بيقول بقى انا عايز اعرف البوستيف ايون بتاع سبستانس واي. تمام، بوستيف ايون بتاع سبستانس واي، احنا قلنا ان احنا عندنا في 2 ام ان و 4 سي ال، تمام، ممكن ان احنا نكتبهم 2 ام ان سي ال 2. 2 ام ان سي ال، طب هي 2 دي موجوده على الواي، يبقى معنى كده ان الكومباوند هو ام ان سي ال 2. الكومباوند ام ان سي ال 2 تمام، يعني هنا في 2 وما دام اتفقنا ان هنا في 2 يبقى خلاص هو ده كده الواي. ام ان سي ال 2 اللي احنا ناقصنا ام ان وناقصنا مين يا جماعه؟ سي ال 2، 2 من السي ال اهي 2 سي ال 2،
وناقصنا 2 ام ان، ناقصنا 2 ام ان، يبقى كده كل حاجه موجوده عندنا يا مستر اسامه. طب مين البوست اوف ايون؟ هل طب ثانيه واحده يا مستر اسامه، خد بالك يا مستر اسامه من حاجه، هو بيقول لك البوست اوف ايون صح؟ ايوه، ما انا لسه اه، هقول هل هو ام ان بوست اوف 4 ولا ام ان بوست اوف 2 يا مستر؟ هو البوست اوف ايون هو المنجنيز. طب احنا دلوقتي عايزين نعرف هو منجنيز بلس 2 ولا منجنيز بلس 4؟ هو المنجنيز في الكومباوند ده يا مستر الاكسديشن نمبر دي هو كام؟ المنجنيز يا مستر اسامه هنا في الكومباوند طبعا يا مستر اسامه، دي احنا اخدناها بكده في الفيدباك، قلنا مالناش دعوه بال2 دي خالص، واحسب الاكسديشن نمبر اي كومباوند بكام؟ بزيرو صح او بزيزو؟ ها مالكش دعوه انت بالصفر بتاع رضا الفاروق اللي بيوجع ده، سيبك منه خالص، خليك في الزيرو بتاعنا، في الزيزو بتاعنا احنا يعني. طيب زيزو اهو. طيب الام ان بكام بقى؟ ده السي ال بنيجاتيف 1 تايمز 2 يبقى نيجاتيف 2، يبقى مستر اسامه الاكسديشن نمبر بتاعت الام ان هنا بكام؟ بوزيتيف 2. بوزيتيف 2. يبقى معنى كده يا مستر ان انسر بي هي الانسر الصح. الله ينور حضرتك. تسلم يا مستر اسامه، سؤال جميل قوي يا جماعه، سؤال جميل جدا، واعتقد يعني لولاش ان انا بحله مع انا مستر اسامه معاكم ما كنتش هفتح حله بالطريقه دي وبالشكل ده. فبعد اذنك ركز في السؤال وطريقه حله، افهم احنا بنحله ازاي. بعد اذنك ركز اكتر، تفسنه مهمه قوي، اركن بعد اذنك الموبايل اللي في ايدك ده، اركن اي حاجه بتشغلك عن وقتك، العيال الله اكبر عليها الله اكبر، يقول لك يا طالع من الحصه انا عملت بكذا فانتزي وعملت مش عارف ايه، واللي ماسك بقى بيلعب. يا جماعه انتوا في مستقبل، مستقبلكم حياتكم كلها معتمده على ال 200 يوم دول ولا ال 100 يوم دول ولا ال 150 يوم دول. سيبك بقى من اللعب وسيبك من الحاجات دي كلها وركز. لما اجي اقول لك خد واجب كبير تقول لي ما عنديش وقت، لكن لما تيجي تقعد تلعب لعبه معينه تقعد تلعب براحتك. لا ركز بعد اذنك، ده مستقبلك، ده مستقبلك، سيبك من اي حاجه واهتم بالسنه دي. يعني انا في ثالثه ثانوي كان بيني وبين الكليه اللي نفسي فيها 0.3، يعني حوالي نص درجه او اقل من نص درجه يا جماعه. انا بقيت بضرب نفسي بالجزمه، قلت يا ريتني كنت شديت حيلي في المذاكره اكتر. فانت من دلوقتي الفرصه قدامك والوقت قدامك، شد حيلك واجتهد من دلوقتي، ربنا يوفقكم يا رب ان شاء الله. ماشي يا مستر اسامه، معلش برضو بنطول على الناس ايه نفيدهم بالمعلومات دي. نمبر 7، نمبر 7 يا دكاتره يا استاذه يا باشمهندسين، which is more stable؟ هل هو الكبر داي ايون ولا الكبر مونو؟ كبر بوزيتيف 2 ولا كبر بوزيتيف ايه 1 ان اكويس سوليوشن؟ طبعا الحته دي انا كنت لكم عليها ان انا هشرحها بعد كده يا دكاتره ويا اساتذه ويا باشمهندسين. على فكره يا دكاتره الفيديو ده يعني بيصور لتاني مره، يعني قمه الملل يعني، فاهمين قصدي؟ استحملونا احنا من ايه بننجز فيه. لو جيت بصيت حضرتك احنا عندنا سي يو، سي يو بوست 1 وسي يو بوست كام؟ سي يو ب 29 وسي ب 20، سي يو بوست 1 ب 29 وده ب 29، كلهم سبحان الله سبحان الله ب 29. طيب اول واحده هتبقى 4s 1 و 3d 10، واللي هيكتب لي 4s 2 و 3d 9 يروح لامه من الاخر كده، مش عايزينه معاه، بقى لنا 100 سنه بنقولها. طيب دي لما يفقد الكترون واحد هيبقى 4s 0 و 3d 10. طيب هنا هيبقى 4s 0 و 3d كام؟ 9، عشان شلنا الكترون كمان. ايه رايك يا مستر اسامه؟ مين في دول مور ستيبل بالنظر كده؟ طبعا اي حد لو بص كده يا مستر هيقول لك ان السي يو بلس 1 هو المور ستيبل. اه ليه يا مستر؟ عشان حضرتك قلت لي ان الكومبليتلي فيلد والهاف فيلد والامتي ده بيحقق لي مور ستابيلتي. حاجه تفتح كتاب المدرسه وتبص عليه، افتح الملزمه بتاعتي بيج 19 وتبص عليها، مكتوب لك كده في اول الصفحه ايه؟ ان الكومبليتلي فيلد والهاف فيلد اوف دي سب ليفل نوت اونلي مين فاكتور ذات كوزز الاستابيلتي اوف ذا اتوم. يعني مش هو الفاكتور الاساسي اللي بيعمل الاستابيلتي بتاعت الاتوم. قصدي حضرتك ايه يا مستر؟ ان في فاكتورز تانية بتأثر على الاستابيليتي بس مش عليكم. بس بما ان السؤال جه في بنك المعرفة فاحنا لازم نوضحه ونفسره. ايه يا مستر الفاكتورز اللي بتأثر على الاستابيليتي تاني؟ هنا في فاكتور اسمه الانرجي، اسمه ايه يا دكاترة؟ الانرجي. الانرجي دي بتخلي ان الكبر هو اللي مور كبر داي هو اللي مور ستيبل عن الكبر مونو. يعني يا دكاترة ويا اساتذة ويا باش مهندسين، ازاي يا مستر الكبر داي مور ستيبل عن الكبر مونو؟ بيقول له حاجه يا مستر اسامه ان الانرجي اللي احنا فقدناها هنا بوزيتيف 2 عشان نطلع 2 الكترون اكتر من الانرجي اللي فقدناها هنا عشان نجيب بوزيتيف 1، فدي بتزود الاستابيليتي عند الكبر بوزيتيف 2. الانرجي بروديوسد كل ما تزيد كل ما الاستابيليتي بتزيد. قلت له يا مستر مش فاهم الكلام ده، ممكن توضحه لي كده باكزامبل بسيط في حياتنا؟ هقول له حاجه، انتوا عارفين ناس يا جماعه المقاولين
راجل مقاول، راجل باشا قد الدنيا الله ينور عليه، لابس الجلابيه بتاعته والكرش المحترم المتين، تمام، وقاعد قدام العماره بتاعته. الراجل المقاول ده لما بيجي يبني العماره بتاعته بيبقى عنده حل اختيارين، هيبدا يحفر تحت للاساس بتاعه. في واحد كده بيحب يقلب الموضوع كده زي الناس اللي بتقلب في المذاكره كده وتقلب في الهوم ورك، ماشي، وبتقعد على الهوم ورك نص ساعه، ها معايا لؤي، معايا يا جماعه جروب منع مناسب المحترمه دي، ها بيقعد في الهوم ورك وقت قليل، قصدي بيقعد في بيحفر جزء صغير، فبيحفر مثلا 1 متر 1 ايه 1 متر. لكن في راجل عنده كده ايه ضمير قوي وبيركز قوي، فبيحفر مثلا 2 متر. يا ترى مستر اسامه في راي حضرتك انهي عماره هتبقى مور ستيبل؟ 2 متر اكيد طبعا اللي حفرنا فيها 2 متر، علشان كل ما نزلت بامب اكتر كل ما الاستابيليتي بتزيد، فهو هنا ضاعف الانرجي بتاعته فالاستابيليتي بتاعته زادت. ركزوا قوي في السؤال ده عشان نعمل اسئله جميله مهمه اللي احنا قلنا هنشرحها بعد كده. طب مستر اسامه بقى عشان الوقت ما يجريش مننا، سؤال نمبر ايه، السؤال جميل جدا وحلو قوي. السؤال بيقول لك ان في الجراف ده، وركزوا معايا يا جماعه عشان السؤال ده يعني ايه اللي هيشوفه كده اول ما يشوفه يقول انا مش عارف احل السؤال ده، لكن لو جيت فكرت فيه وبصيت عليه هتلاقي ان هو سؤال سهل وجميل جدا. هنزود النقط دي كده عشان تبقى واضحه لكم في الفيديو واحنا شغالين. السؤال بيقول لحضراتكم يا دكاتره ويا اساتذه ويا باشمهندسين ان انا عندي جراف بيوضح لي النمبر اوف ايرد الكترونز في ديفرنت ايونز اوف ذا اليمنت اوف فيرست ترانزيشن سيريس. مين في دول تشويسز ريبريزنت ال W وال X وال Y وال Z؟ ايه رايك يا مستر اسامه؟ طيب اول حاجه يا مستر هنشوف كده الايون دي ونشوف حاله الاكسديشن ستيت بتاعتها دي هي عندها كام سنجل الكترون ونبدا نشوف. فانيديوم بلس 3 الفانديوم بلس 3، تمام. الفانيديوم اصلا 4s2 3d3، تمام، معنى لما يبقى فانيديوم بلس 3 هيبقى 4s0 و3d2، 4s0 و3d 3d2، معنى كده انه عنده 2 سنجل الكترون، عنده سنجل الكترون. طب تعالى نشوف كده element W عنده 2 سنجل الكترون. W اهو يا مستر اسامه عنده سنجل الكترون. ينفع يا مستر؟ طب نكمل كده نتاكد ب element X نشوف. يعني element W اهو لو بصينا على الجراف بتاعه هنلاقي عنده 2 positive electron، عنده number of unpaired electrons 2، يبقى ينفع يكون فانديوم بلس 3. ينفع يكون فانديوم بلس 3. طب يا مستر السكانديوم، طب ما قلتناش عليه ولسه ما جاش مش موجود. السكانديوم بلس 3 وعنده 0 سنجل. ده صح برضه، سكانديوم بلس 3 عنده 0 سنجل الكترونز. طيب مستر الاكس، الاكس ويقول ان الاكس بتمثل منجنيز بلس 3. ام ان، طب منجنيز هو 4s2 و3d5، 4s2 و3d5 مستر اسامه. منجنيز بلس 3 يعني هيعمل لوز بال 2 الكترون. 4s0 و3d4 يعني عنده يا مستر اسامه كام سنجل؟ عنده 4 سنجل الكترون. طب نشوف الاكس بتمثل كده 4 ولا مش بتمثل 4؟ ادي الاكس اهي ريبريزنت كام يا جماعه؟ 4. يبقى احنا كده شغالين صح، فهمت بنفكر في السؤال ازاي؟ طب الواي يا مستر اسامه؟ طب نشوف كده الواي كوبالت بلس 2 هيبقى 3d7 يعني عنده 3 سنجل الكترون. تمام. طب نشوف element واي عنده 3 سنجل الكترون. element واي اهو عنده 3 سنجل الكترون. ايوه حضرتك يا مستر اسامه. طيب نتاكد كده باخر اللي هو الكوبالت، لان عنده 3 سنجل، لان هو عنده كام؟ 3 دي كام؟ 7. 3 دي 7. 3 دي 7 يا جماعه، بص عشان ما حدش يقول لي مش فاهم، 1 2 3 4 5 اهو يا دكاتره، شايف 1 2 3 4 5 6 7. الدقه عنده كام يا اسكي اخواتك؟ ها يا دكتور البني ادمين قول، ها الدقه عنده كام؟ 3. حلو قوي، يبقى هو يا مستر اسامه 3. طيب نتاكد كده باخر انت عندنا شويس كبر عندنا بلس كبر. 2 بلس 2 يا مستر هيبقى عنده كام سنجل؟ هيبقى عنده 1 سنجل الكترون. 1 سنجل عشان الكبر بلس 2، يبقى عنده 3 دي 9 9 هنكمل 8 و9، يتبقى عنده واحد سنجل، وعنده كده واحد سنجل. يبقى مستر اسامه التشويس ايه؟ دي تشويس مين؟ هي دي مكتوبه دي؟ يعني مكتوبه دي مكتوبه عندنا دي، معلش يا جماعه دي غلط، المفروض يبقى اي بي سي دي مكتوبه غلط عندنا، تشويس ايه هي اللي صح عندنا. صعب الكلام ده يا دكاتره ولا في مشكله؟ طيب طبعا سؤال جميل قوي وحلو وشكله يخض الناس. طيب بقى شويه اسئله كده سهله يا مستر اسامه وسريعه كده. نمبر 9 تمام. بيقول which of the following represent the most probable ionization potential of a transition element. ها طيب لو بصينا كده على first ionization potential هنلاقي ان كل ال first ionization potential ليهم كلهم هو تقريبا واحد وهو x. x. طب نتأكد كده بال second ionization potential. ال first x ال first x ال first x ال first. طب ال second هنا ايه ده يا مستر؟ ده اقل في اول واحد. هل ده ينطبق على لا 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 مش هينفع، مش هينفع. second ايه اللي بيزيد؟
طيب طب هنا زاد، يبقى معانا الإجابة دي، وهنا برضو زاد في طب سي زاد، اخر انسر هو ال، ده أقل برضو، يبقى كنسل الاتنين دول، يبقى يبقى مستر كده احنا كنسلنا A و D، بالظبط تبقى كده. عندنا B و C. نكمل طب نشوف كده الثيرد ايونايزيشن بوتنشال هو كام؟ زاد زائد. وزاد في الاتنين. طب نتأكد بالفورس. ايه ده رجع قال تاني، ينفع الا مستر أسامة؟ لا طبعا ما ينفعش يا يبقى مستر. اذا الإجابة دي غلط، يبقى الإجابة الصح عندنا مين؟ هي هي سي. تعرف 10 بيقول if the ionization potential of aluminum is x, so the force ionization is almost equal. ها يبقى هو ال force ionization potential للألومنيوم هيعمل الالومنيوم ب 13 سامة بالظبط صح؟ يعني بالظبط كده. عباره زمان كنا بنعملها كده 2 8 كام 3، يعني هو سهل نفقد الثلاثه، لكن اللي بعد كده هيبقى عامل بريكنج الكومبليتلي فيلد. هيبقى أصعب حاجة. ده الرابع ده يا مستر اسامه، هو بيسال عنه كمان الرابع. يبقى الرابع هو هيبقى أكبر فاليو عندنا اللي هي 20x. 20 اكس.